مساء الخير، مساء النور بنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جيتكم فيديو اخر، فيديو رائع، يعني فيديو متنوع. يعني فيديو اليوم راح نوريكم وصفه ثانيه للحوت، يعني ولا الدرس اللي حنديرها للحوت وطريقه قلي الحوت ولا الطريقه اللي راح نشكل بها الحوت. كما شفتوا في الخطره اللي فاتت كنت درت الحوت، درت حوتة على حوتة. اليوم ان شاء الله راح ندير حوتة واحده ونوريكم الطريقه اللي حنستعملها. كما شفتوا بنفس الطريقه اللي استعملتها الخطره اللي فاتت، البنات لقاو الفيديوهات السابقه كيفاش خدمت الحوت. غسلته وحطيته يقدر في الكسكاس. هنا البنات كانت صابت شويه نو، يعني وبدات هذيك الريحه تاع التراب، ما بنتلكمش مليح. المهم يعني جو رائع، بدا الخريف يدخل علينا ان شاء الله بلهنا. حنا يا استفت الحوتات نتاعي كامل في الطبسي، وحطيت الفرينه قدامي وحطيت هذيك الصوص اللي درتها بالطماطم والثوم وطماطم مصبره وشويه ملح وشويه سكر. المهم هنا بنات نبدا نحشي الحوت تاعي. راح نديرو فقط كما قلت لكم حوته، ندير لها داخل لاصوص ونعاود نسكرها ونحطها في الفرينه. الطريقه المميزه في هذه الطريقه هو طريقه وضع الحوت، يعني في هذيك الجهه وين مفتوحه في هذيك راح نكثر شويه الفرينه ونثبطها ولا شو نضغط عليها شويه باه تشكل كي شغل سطح ولا قاعده لهذه الحوته وتجيني عندها شكل يعني يكون مليح ومميز. المهم تبعوا فقط الطريقه معايا راح تفهموا واش راني نهضر. شفتوا هذاك وين مفتوح كما وريت لكم دوك، هذاك اللي ندير له الفرينه يعني نضغط عليه باه يجيني عنده قاعده من تحت، وكي نحطو يجي واقف والله يجي راقد بهذا الشكل. يعني هكذا راهو تبان الحوته تاعي بلي شغل مازال ما فتحتهاش خلاص، وبلي مازال في هذاك الشوك. انا تخلصت كامل من الاشواك يعني قد ما نقدر. هذا هو الشكل النهائي تاعها، جات هايله البنات. يعني واش نقول لكم، جات طريه في نفس الوقت جات بنينه. هذيك الصوص عطاتها شويه حموضه، كما على بالكم الطماطم فيها هذيك اللسعه الحامضه شويه مع ريحه الثوم روعه البنات. هذيك الصوص ما تخلصش منها، كنا كلينا بها هذيك البطاطا والحوت يعني اللي يحب يجوز. وايضا درت شويه هريسه معاهم. واش نقول لكم البنات، روعه طعم رائع. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه ايضا وتستمتعوا بها كما الطريقه الاولى. احنا البنات بعدها يعني في نفس اليوم قررت به نغسل هذول صندولي صغار، حشاك تاع تواليت، حشاكم تاع تواليت ونتاع الكوزينه. حطيتهم عندي في الدوش، حكيتهم بالبالي. هنا زعما نوريكم بلي نحك، انا حكيتهم وخلصت، راح نصبصهم فقط. هما بصراحه ما كانوش موسخين بزاف، بصح على بالكم سيرتو هذو تاع تواليت كي تدخلوا ونخرجوا. وخطرات الاولاد ما يلبسوش البشماق هذاك اللي قدام تواليت، يدخلوا بصبابطهم يعاودوا يخرجوا. يعني واش نقول لكم، يلموا بزاف الاوساخ والميكروبات. على هذيك درت لهم تشليله يعني مليحه بهذا الشكل، نغسلهم مليح ونشللهم مليح، نتخلص من جميع الحوايج اللي لاصقين فيهم. كما شفتوا شوفوا الخيوط الشعر. هو بصراحه يعني عندهم وظيفه تاعهم، عندهم الفايده تاعهم. يعني الانسان كي يحطهم هكذا يمدوا منظر جميل. وايضا ثانيه نحطوا فوقهم مثلا حشاكم البشماق تاع تواليت ثاني باه ما نخمجوش الاماكن الاخرى. ولكن ثاني ديرونجيو شويه في الغسيل، كل مره لازم تغسليهم، لازم ما تغفليش عليهم. وثاني كي تغسليهم بزاف يشهب وسمسم، لازم تبدلي. هنا نكمل كامل نشللهم البنات ونحطهم يقطرو، وبعدها ننشرهم يعني نقابلهم الشمس باه يشوفوا لي ثمثم.
انا بعد ما كملت غسلتهم كامل وحطيتهم يقدروا دورتها يعني الدوش لازم نغسلو ونديرو رغوة هكا خفيفة بالجافيل بيزيس باه نحي اي الاوساخ اللي فيه، وبعدها مباشرة نروح سيقت هذاك الغول. يعني واش نقولكم البنات، مازال الخدمة يعني في الدار هذاك الغبار كامل يعاودو يتمركاو الرجلين في الارض، يعني حتى ونسيق كل يوم راح يبقى نفس المشكل. المهم الانسان ينظف فقط، ينحي الكثير والباقية ربي ان شاء الله يعاوننا فيه. كما راكم تشوفوا صيغت كامل الهول، هذه الفيراندا صغيره، وبعدها دورتها شومبرتي ايضا صيغتها. وكما على بالكم ايضا بعد ما كملت الدوش صيغت حشاكم تواليت ثاني، درت لها جافيل صيغتها حكيتها وك خرجت تبرق. ومن بعد ايضا غسلت المري هذاك نتاع لافابو، غسلت لافابو، غسلت كلش يعني كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنا البنات كنت نوجد في روحي بانو الليلة الدار الاخرى، بيت يعني البيت تاعي الريفي. على هذيك حبيت نخلي حالتي نظيفة باكي نجي تكون لي حاجة خفيفة فقط نمسح برك، لخاطر بصراحة نعيا كي نجي نروح طول الشغل، وانا ما نروحش طول الشغل، نروح نريح بصراحة كي نجي من في طريق وترونسبور نعيا بزاف ندوخ. مهم هنا يا رحت وجدت القهوة أيضا لأطفالي وليا. بعد ما غسلت كامل الكوزينة أيضا نفس الشي، غسلتها كامل حكيتها كامل يعني، ورجعت كامل الأواني البلاستوم باه يجيني كلش ساهل كي نعود رايحة ونعود نولي. وجدت كابا تاعي، وجدت القش اللي راح نديه معايا. انا زعما راني نوريكم بلي راني استمتع بالقهوه هذه، القهوه نبدل فيها من بلاصه لبلاصه، خطره في بوطاجي، خطره في طابله، خطره في البالكو، المهم راني نستمتع بها وخلاص ونستطعم فيها ونوريكم بلي راني مستمتعه بعد هذاك التعب كامل. والله يا البنات الروحه صح صح احساس رائع تحس به غير المراه كي تخلصي تسيقي وتنظفي وذاك وما عندك حتى شغل من وراك، وتهزي هذيك القهوه تقعدي تشربي فيها كذا وتزربي طلاكة تعوجي عينيك بلاكوتي ودنكي في الدار زعما كيفاش راهي باهيه. هنا بنات كما راكم تشوفوا طريق العوده للبيت الريفي. المهم البنات هنايا بعد ما روحت يعني والله قشي ما نحيتوش، لحقت في المساء رحت طول ندير العشاء، درت بيتزا يعني زوج كروس تاع بيتزا بنفس الوصفه اللي بنات ناولكم، وصفه رائعه غير روحوا جربوها راهي في القناه تاعي في الفيديوهات، يعني الفيديو اللي قبل هذا ثلاثه ولا اربع فيديوهات هكذاك جربوها البنات وصفه رائعه. المره درت في بلاصه الياورت درت اللبن، هذا مكان الباقي كامل المكونات من الفوق ديروا واش تحبوا. هذاك الحوت اللي قعد لي في الغداء قالوا لي ثلاثه ولا اربع حوتات، عاود فتتهم وحطيتهم من الفوق يعني فوق البيتزا تاعي، جات الوصفه رائعه جات بنينه بزاف بزاف. البنات نتمنى منكم تجربوها ان شاء الله، جربوها البنات ما تندموش. هنا لحقنا نهايه الفيديو، نقول لكم مع السلامه، ما تنساوش تشتركوا وديروا لي لايك وتكتبوا لي تعليق حلو كما تعاليق اللي راكم تكتبوا لي فيهم هذه الايام. مع السلامه بنات، سلام.